كيف بديتي. اتحداك اتحداك يا كبير انت يا كبير. كيف بس؟ كفو والله كفو يا شنب. وش السالفه؟ حبت السالفه ان الدنيا تغيرت يا عامر. يعني تعرف بعد الورث ربي رزقني ويلا لك الحمد والشكر مثل ما انت شايف. تستاهل تستاهل كل خير. الله يخليك. بس اهم شيء لا تتغير علي يا خوي. لا لا عيب عليك عيب. بعدين بسالك الحين هالموتر ذا البطل في الدايري في التكبيس زنن ولا مو بزنن؟ هذه مشكله الطفاره. هذه مشكله الطفاره يا عامر. سؤال يا اخوي سؤال. هو لا زنن زنن. ايه. اتحداك هذا الموتر شكله يطلع يد كذا ويوخر السيارات. ايري صار امشي بطل يا كينج محسن. اتحداك. لا لا يا حبيبي اركب يلا خلني ادلعك. يلا بشتري لك بعض الماركات والاشياء العالميه. ابي اسبريه جديده ماركه بعد. اتحداك باقيه ماركه. هلا تفضل. الله يخليك يا هلا هلا والله يا كبير انت يا كبير. الله يخليك يا اتحداك. دسه يا شرف دسه. عسى شيء يعجبك ترى عادي يا عامر. اي شيء في المحل خذه. تبي التيشيرتات تبي ذي الطربي اللي تبي خذ خذ. يا ابوي انا ما بحق تيشيرتات. انا يبيلي زبيريه جديده. دير بن دير بن. اتحداك يا زبيريه الجديده. هلا والله. اطنخ الحين عندك 10 زبيريات مين في واحده؟ كبير كبير يا محسن. تفضل يلا يا حبيلك يا شيخ. أهلا بالجنوط. أتحداك يا شيخ. اسمع الحين حنا في الجنوط اختار أي جنط تبي لموترك. كفو يا المطروخ كفو. أبي ذا. ها. وأبي الأسود ذا. الله. أبغى أتحداك. صدق العز اللي أنا ذا فيه كله إني مليت منه. شفت التكشة اللي في راس الحارة أنها تسوى الدنيا وما فيها. يا أبوي سلامات سلامات. لا تقعد تهاير احمد ربك. سلام يا مريض انت. سلامات ايش فيه؟ يا الله كله هالعز. الله الله شو من النفسيه. هناك 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 في ونيت هناك هناك راح تسدع فيه في تراب. تاخذ الجيب الربع وتزيدني 1000. شغل الدراما هذا ما يمشي عندنا. تفهم ولا ما تفهم؟ نسينا نسينا. ما شاء الله كاشخين وحركات. يلا معليش معك فكه 500 يا اخي. فارق تنكت انت وجهك. دق خادم ارحمه. اطرده يا عامر. ابو نايف عنده نفسيه هو يروح. ابو نايف معك. راح. وش عندك يا عامر؟ شوف العالم من حولك يروحون يجون والله ما حد جاب. مع انك تقدر تكسب هذه كلها. شلون يعني؟ انا اقول لك شلون. الله يا حبيبي فراولة انت. يا سلام عليك. حنا في عام 2015 يا حبيبي بزارين في الانستغرام عندهم الاف المتابعين. شلون ما فهمت عليك؟ مثل ما انتم شايفين حاليا انتم في قصري وجالسين تشوفون طبعا السقف من تصميم شركه عالميه. ودانا 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 كفتان صغير حرب النه. الله الله ودانا 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 يا ابويا ابويا ودانا ودانا كفتة صغير. أبويا أبويا. ها يا بابا. شوف أمعز. نعم يا بابا. أكباري يا أبويا. وين منك وين منك؟ ياهو ياهو. وش العز هذولين؟ ها؟ أكباري. أكباري ما هو؟ أكباري أنا. أنا الآن بوريكم المسبح. المسبح طبعاً جايب رسام مثل ما أنتم شايفين رسام إيطالي جاي رسمها تقريباً ب2 مليون يورو. يعني معناه تبغاني اموت يا كفته. ها يا هو يا ابا والله لا ادبك يا افدك. ما هو يا اخي ما هو يا ابا والله يا ابا يا ابا يا ابا طبعا هذاك صديقي هذاك عامر موجود معي حتى في القصر. الان الديكور كله بو باذن الله تقريبا دافع عليه ما يقارب 50 مليون يورو. لا 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 بسمع قل لك اتمنى باذن الله انه يعجبكم قصري. يا ابوي والله عالم ربي عالم ربي عالم. هذا كله ترى يا جماعه انتوا عارفين اني ما فتحت حساب الانستغرام. لو فتحت
حيجوك العالم زي الورد كذا من هنا ومن هنا ومن هنا من كل مكان حيجوني يا رجال. يا رجال يا رجال صدق يا عامر، صدق ان عدد متابعين وصلوا فوق 10,000 متابع. يا حبيلك بس، وبيوصلون الاكثر مليون، بس ابيك ترخ الريال. ارخ الريال والريالين والثلاثه، بس قل لي كيف انت؟ مو انت قاعد تخسر على السفريات والسيارات ملايين؟ الا اصرف ملايين عليهم. ب 200,000 ريال ابى اوصل حسابك فوق المليون واخليك اشهر من الفنانين واللاعبين. اتحداك يا شيخ. علمني يا اخوي، قل لي شلون. انا اقول لك تشتري سياره ب 200,000 ريال وتاخذها وتحطها في مكان وتعلم في الانستغرام عن مسابقه، اللي يلقى السياره من نصيبه. اوكي، وبكذا تكسب حب الناس وتدخل قلوبهم. انا ما عندي مشكله في السيارات، 20,000 سياره اقدر اجيبها، بس البلا بوم هنا. البلا وين نوقفها؟ توقفها في الحاره خلف المدرسه حقتنا، بس اهم شيء ما تعلم احد عن مكانها. اركض فديتك. يا كبير انت، وش الخطه الجايه؟ الخطه الجايه ندخل الانستغرام ونعلن عن المسابقه. انطلق. اتحداك يا كبير انت. يا كبير يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب، تعال تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف 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 ما ها؟ هذه السياره اللي يلقاها نصيبه. ياهو يا شباب يا شباب. خالد هلا بيه. شوف محسن خوينا مسوي مسابقه على انستغرام. ايوه، على السياره اللي يلقاها ياخذها. شوف معاه. شوف شوف يلا يلا نمشي مشينا. ما شي تغير طب وتخيار. اتحداك اتحداك يا كبير انت كبير. عارف يا عامر، عارف بعد ما صورت المكان ذا كله كم زاد عدد متابعيني؟ كم يا بطل؟ تقريبا 200,000 متابع. اوف عليك، 200,000 مبسوط؟ اتحداك يا حبيلك، اذا ما وصلت مليون متابع ما اكون عامر. بس اهم شيء اسمع، مو بتسحب علي اذا صرت مشهور. لا 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 لا، شلون اسحب عليك هاي؟ يا حظ عيني كان اكتبيني. هلا والله بالعيال. اتحداك اتحداك. انت يا عامر افضل صديق عندي، فمستحيل. وانا بعد مستحيل. ما شيء تغير طب وتخير، قلبي وعيني العاشق مسير. اطلبت من سامي، ايش رايك نكشة باتر؟ قدام والله ما هي بشينه. وانت بين نروح؟ خلها لام حزم المره ذي. أجل ما عندك مشكلة، ولا ما العزب ولا أغراض، وإن شاء الله بعد صلاة الفجر شواجه. خلاص كل شواله. إلا أقول يا عيال، وراك حاجة ما دريت وش اللي حاصل يا عيال. شاير هو واحد من عيال منزل إعلان بالإنستغرام. حلو. وتدري شو يقول؟ شو يقول؟ حاط موتر، يقول اللي حصل ذا الموتر له يا عيال. صادق؟ ما هو بصاحي والله. أقول أقول خلنا نكنسل الكشتة ومشينا للرياض. مشينا. يلا يلا يا عيال مشينا. شايف الإعلان ده في إنستغرام؟ أيوه. هذه السيارة في الشارع، يقول لك إذا حصلتها تصير حقتك. تصير حقتي السيارة؟ ايوه. فين هذا الإعلان؟ في الرياض. مشينا. يلا. السلام عليكم محمد، كيف حالك؟ اسمع عاد يا ابن الحلال، توني شايف إعلان بالإنستغرام من واحد اسمه محسن، في سيارة يقول اللي حصلها ياخذها. بالله تكفون لفوا عليها يمكن تحصلونها، وأنا إن شاء الله ترى جايكم الحين بالطريق. يلا تكفون حبايبي. يلا
هلا وزيكم يا سنع، حبيبي تبكي معاك. وهذا مفتاح السيارة وحصلناه. شوف يا محسن، تروح الأقرب أقرب معرض عندك وتنقر السيارة باسمي زين، وبعدين يا محسن خل عنك الجلق والمهارات. يا زين خلى عند باب بيتكم. طيب تركي اتحداك انت اللي كيف كيف بالله ضبطتك كذا. اتحداك يا شيخ، لازم ادق على عامر واقول له الله حركة بديتك بالله. الله 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 والله استري. دقيقة يا ابوي دقيقة، وشو النشبة دايبي؟ شوف من يدك منو؟ محسن. اسحب عليه يا حبيبي، هذا مو مصدق انه متخرفن. اسحب عليه من جده، هو مسوي كشخة ومشهور ويهايط بفلوسه، مسوي ذيب صح؟ طيب بسألك سؤال. هلا حبيبي. عمرك شفت خروف بطاقية؟ وش تقصد؟ وله كل جنيهات فوق؟ وش تقصد اقول؟ اتخرف انت يا خروف، انت خويك ذا محسن. تستهبل انت تستهبل؟ همان اتفقنا اني اعلمك مكان السيارة والنص بالنص؟ اي النص بالنص العبيد. كنت في يعني كذا حركات الورعنة ها؟ مو ورعنة، حركات الاذكياء. طيب اوريك. واه اوريك. وريني اصلا دقيقة. تبي ايش اقول لك الحين؟ خاف تزعل. والله ما خليها انقلع. ايش تخليها انقلع؟ خلي السيارات للشيوخ. انقلع بس، خلي السيارات للشيوخ. اوريك قادر فيني. ها اوريك. خير هلا هلا. نعم انت محسن؟ ايه انا محسن. نعم من انتم اصلا؟ انا مباحث وانت متهم بازعاج اهل الحي والسلطات. تفضل طامر. يا راح محسن وراحت السيارة. أنا الشباب المتفائل بدون نيات وصف عدد.